مين؟ يوسف رئيسي. عامل ايه؟ تمام. مالك؟ يعني عندي خبر مش حلو. دي النيلة. خبر ايه؟ التأشيرة ممكن تأخر اسبوعين كده على حاجة. يعني ايه؟ انت بتهرج يا ياسين. جراية يا يوسف، انا قلت لك هتأخر، قلت لك انها مش طالعة. وانت تأخر ليه؟ مش انت قلت لي انها جاهزة؟ يا سيدي الواد اللي بيعملها امه تعبت فجأة، راح يشوفها في البلد. انا مالي امه تعبت؟ هو لعب عيالة يا ياسين. جراية يا يوسف، الواد امه بتودع. خلاص انا ماليش دعوة، تشوف لحد غيره يعملها. يوسف، دي تأشيرة، وتأشيرة يعني شغل نظيف، ونظيف قوي كمان. الواد شغله أمريكاني وأنا مجربه قبل كده. كلها أسبوعين يعني عين بتجري يوسف مفيش حاجة. أنا مش هينفع أقعد في البلد دي يوم واحد زيادة، تقول لي أسبوعين. ويا عالم أصلا هيبقى أسبوعين ولا أكتر. ياسين افهم، أنا في ضغوطات على نفوخي كتيرة جدا. أقلها عم حسن، عم حسن عايزني أمشي من البنسيون النهاردة قبل بكرة. طيب استهدى بالله، استهدى بالله يا جدع أنت. يومين وهيعدوا. وأنا عم حسن هنزل أتكلم معاه في بيننا عشب. عملت إيه مع الرئيس بتاعك؟ تمام. بس يعني اتقل كام يوم كده عشان الوقت مشغول في قضية البرنس. يعني اتقل قد ايه؟ يعني كام يوم كده. ما تخلص يا ياسين. في ايه؟ اذا ما كنتش انت هتصرف لي في الموضوع ده يا اخي انا هتصرف لوحدي. هتصرف تعمل ايه يعني؟ مالكش فيه. ظبط لي ميعاد معاه واخلع انت. ماشي يا يوسف. ماشي. ياسين دخل بنسيون جنب مكتب دربالة وقعد شوية. انت متأكد ان البنسيون جنب المكتب؟ ايوه يا باشا طبعا. لو طلع اللي في دماغي صح يا حسام، يبقى اكيد ياسين كان بيقابل ضاحي. تيفا اجلت لك ازاي؟ نعم يالا؟ انت جننت؟ ايه ده؟ انت مجنون؟ انت ازاي تدخل عليها بالشكل ده؟ لا مؤاخذه يا ريس، بس اللي عمله ياسين ده ما يصحش. ايه؟ عمل ايه؟ بيطلب مني انا يا ريس، تخيل انا اجيب له علبة سجاير. لا لا لا، انت اكيد بتهزر يا تيفا. ياسين عمل كده؟ اهو عندك هو ريس ساله. اها. اللي بيقوله تيفا ده حصل صحيح؟ وانت من امتى بتشرب سجاير؟ النهارده يا ريس. يا ابني بس انت مش عارف ان التدخين مضر بالصحه ويؤدي الى الوفاه؟ لكن انت حر في نفسك. خلاص يا تيف، انزل هات له سجاير. انا يا ريس؟ بعد العمر ده كله يا ريس انزل انا اجيب له علبه سجاير؟ ما فيهاش حاجه يا تيفا، ما هو كان بيجيب لك زمان عادي يعني، وبعدين انتوا زمايل. كبر دماغك بقى، ولاش تصدر الحاجات التافهه الصغيره دي.